الجديد بأننا الآن داخل هذا المطار وداخل القاعدة العسكرية العملياتية في مدينة مروي. هذا هو برج المراقبة الرئيس للقاعدة وللمطار، هذا البرج الذي كنا يوم أمس في هذه النقطة وقد عكسنا حجم الضرر الذي لحق به. الآن سنحاول أن نقترب أكثر عبر هذا البث الحصري لقناة العربية لمعرفة تفاصيل ما حدث وحجم الضرر الذي لحق بهذا الجزء من المطار وبالقاعدة العسكرية العملياتية. هذا الأمر الآن كما نتابع الآن حجم للضرر في هذه القاعدة، نحن الآن سنقترب أكثر، نحن الآن نصعد إلى الدرجات العليا لهذا البرج وهو برج المراقبة الرئيس لهذا المطار الذي يمتد لعدد من الطوابق. كثير من الأضرار لحقت بهذا البرج الذي يعول عليه كثيرا في العمليات الملاحية الجوية. هذا البرج خالد خلال الأيام الماضية كان تحت محط النيران نتيجة للاشتباكات التي كانت متواصلة في هذا الجزء وفي هذه المنطقة من القاعدة العسكرية. كل الصور الآن التي تشاهدها هي من داخل هذا البرج، نحن الآن في مناطق عليا من هذا البرج الذي تضرر بحسب إفادات خاصة لمدير المطار. والآن نشاهد هذه هي بعض الطلقات النارية أو طلقات الأسلحة. هذا الضرر لهذا البرج، تشاهد الآن أيضا حجم الضرر في هذه المناطق وصل إليها هذا البرج، ضرر كثير لحقت بالأجهزة. هذه بعض الأجهزة الفنية التي تستخدم هنا في إطار العمليات الملاحية الجوية أيضا تأثرت. نحاول أيضا أن نصعد أكثر لمعرفة التفاصيل واستجلاء المعلومة عن حجم الضرر عبر الصوت والصورة وعبر البث الحي. ما زلنا داخل برج المراقبة. هذه أجهزة فنية أخبرونا أنها على درجة عالية من الحساسية، أجهزة تقنية أيضا تأثرت وتضررت كما تشاهدون الآن في هذه الصور الخاصة لقناة العربية. نمضي الآن إلى أعلى إلى المقر الرئيس للبرج، هنا تدار كل العمليات الفنية والعمليات الاستراتيجية لعملية الملاحة الجوية. هذه الأجهزة أجهزة التواصل والاتصال يبدو أنها مدمرة بالكامل، واستقبال الطائرات عبر أجهزة الرادار محمد بليس برايت. هنا هذه الصور لهذه الأجهزة اللاسلكية يبدو أنها خارج الخدمة تماماً الآن. كان نتيجة اشتباكات حصلت في هذه المواقع أم تدمير للعناصر الدعم السريع ربما التي كانت موجودة قبل انسحابها؟ ماذا يقول مسؤول ما الجيش؟ هو مؤكد خالد المطروح الآن بأن الاشتباكات كانت عنيفة. كل ما يحدث من ضرر هو نتيجة لهذه الاشتباكات، نتيجة للقصف العنيف الذي شهدته هذه المنطقة. هذا ما يمكن أن نؤكد عليه بأن الضرر وقع نتيجة لعمل عسكري. كانت هذه المنطقة من المطار مسرحا وكانت أرضية لكل العمليات العسكرية، القصف المدفعي، القصف العنيف. حجم الضرر، هذا الدمار الذي لحق بالمطار، لحق بالقاعدة، لحق بهذا البرج لهذه القاعدة وهذا المطار الذي يمثل أحد أهم المطارات في المنطقة الإقليمية، لأنه يطل على الاتجاه الشمالي للسودان على حدود السودان مع دولة مصر.
منه مباشرة يمكن أن يتم التنسيق كما فعل مسبقا الجيش السوداني مع عدد من جيوش الدول في المنطقة الإقليمية؟ أيضا يعتبر هذا المطار بديلا لمطار الخرطوم الدولي، إذا ما حدثت أي متغيرات في مطار الخرطوم يتم الاستعانة بهذا المطار عليه، فإن برج المراقبة يمثل أولوية في أن يستعاد عبر توفير كل ما من شأنه أن يسمح لهذا البرج أن يعاود عمله وأن تستكمل الأجهزة التي دمرت خلال الاشتباكات الأخيرة. يبدو خالد بأن هذا هو ما سمح به الوقت، وعكس كل ما يدور الآن في هذه القاعدة التي وصلنا إلى قمة الهرم، هرم المراقبة فيها، وتابعنا حجم الضرر الذي لحق بالمستندات ولحق بالأدوات المكتبية ولحق بدسك المعلومات الخاص بالعمليات الجوية التي كانت تدور في هذه المنطقة. لعودة هذا المطار للعمل وللخدمة لن يكون في وقت قصير ربما، هل هناك أي ضرر وقع على مدرج المطار الذي تهبطه وتقلع منه الطائرات أيضا نساء؟ مدرج المطار الذي يمتد لنحو 4 كيلومترات لم يتأثر بصورة مباشرة، ولكن الضرر هو ضرر جزئي كما أكد مسؤولون هنا بمطار مروي الدولي. جل الضرر خالد هو يتعلق ببرج المراقبة والآليات التي تعاون هذا المطار على العمل، والأجهزة الحساسة، أجهزة المراقبة الجوية هي من تأثر، المرافق الحيوية تأثرت، تدرك تماما بأن مثل هذه المواقع الاستراتيجية الأجهزة المتعلقة بالاتصالات وبالمراقبة وبتبادل المعلومات هي من الحساسية ومن الأهمية بمكان. أي ضرر يقع على هذه الأجهزة وهذه المعدات وهذه الآليات الفنية سيعقد صعوبة أن يعود المطار ليعمل بكفاءته، لكن مختصون أيضا وإدارة هذا المطار ذكرت لنا يوم الأمس بأنهم يعملون الآن على حجم أو على حصر الأضرار وعلى رفع تقييم أولي يدفع به مباشرة إلى الجهات المختصة في الخرطوم لمعرفة المدى الزمني والإمكانيات المادية المتطلب توفرها حتى يعود هذا المطار إلى عمله كما كان سابقا. هل لنا أن نتحرك من البرج المراقبة إلى مناطق أخرى أيضا إذا كان بإمكانك ذلك نزار، نتعرف أكثر على حجم الدمار الذي حل بأقسام في المطار، وهل لنا أن نتعرف يعني على مدى أهمية هذا المطار، يعني حجم الضرر الواقع على الناس التي كانت تستفيد من هذا المطار بعد تعطله الآن نزار؟ يعني قد لا أجد زمن للتجوال في كل أجزاء المطار، ولكن هذه هي الظرفية الوقتية التي سمحت لنا بأن نكون في هذا الجزء. المعلومات المتوفرة الآن عن حجم الضرر في هذا المطار هي معلومات تؤكد أن الضرر كان ضررا جزئيا في كثير من المحاور وفي كثير من المرافق، وكان ضررا كليا في عدد من المواقع المتعلقة بالخدمات الملاحية كما ذكرنا على سبيل المثال برج المراقبة الذي تأثر تأثرا مباشرا بهذه العمليات والاشتباكات. أيضا خالد رصدنا يوم الأمس ورصدنا اليوم بأن هنالك ضرر أيضا لحق بالسيارات المعينة لمطار مروي الدولي وهي سيارات الدفاع المدني، هذه السيارات تأثرت أيضا بشكل كلي في بعض النواحي وبشكل جزئي، الكنترول أو إدارة سيارات الدفاع المدني أيضا تأثرت، هنالك بعض صهاريج الوقود تأثرت أيضا بالاشتباكات، هذه الصهاريج كانت تقع في الجهة التي كانت توجد بها قوات الدعم السريع. أيضا علمنا بأن الإسعافات التي كانت موجودة في مطار مروي الدولي هي الآن اختفت، ليست موجودة، هذا أيضا يشير إلى حجم الضرر الذي لحق بهذا المطار ولحق بهذا المرفق الاستراتيجي الذي وجد نفسه جزءا من عملية عسكرية بدأت في هذا المطار
ثم امتدت لتشمل عدد من المناحي وعدد من المدن في السودان. لكن الآن الذي يقال حول هذا الضرر وحول ما حدث في مطار مروي الدولي بأنه نتيجة لما حدث خلال الأيام الماضية، الوضع بعمومياته كان ملتبسا وكان معقدا، القصف الجوي، حتى المواطنون لم يستطيعوا أن يستبينوا الموقف ويتعرفوا على وضعية أبنائهم في هذه القاعدة وفي هذا المطار إلا بعد مرور أيام عديدة حتى انجلى الأمر، وحتى بسطت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على عموم المطار، واستطاعت أتيام وفرق السلاح المهندسين أن تبدأ في عملية حصر الأضرار والتعامل مع الأجسام الغير منفجرة للذخائر والدانات التي تم استخدامها بكثافة هنا داخل هذا المطار. شكرا جزيلا لك من مطار مروي مراسل العربية نزار بقداوي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.